ليكيب ليديال ديال المنتخب الوطني يكون في حراسة المرمى البرقادي، بوغ لو ديفونس يكون برهون وبن عطية، بوغ لي زيلي يكون فيهم الكروشي و هاشيمي، بوغ الميليو الراقي المباركي باطنا معاوي، بوغ لاطاك حمد الله والهجوش. زنيتي كيبان مزيان دابا في البطولة، قدامه يكون بن عطية، بن عطية تقريبا هو الكابيتان خصو يبقى ديما تما، يكون حداه دا كوستا، ابخي من في الدروا يكون شفيق دار ديمو ماتش في الاخر، كاين من الجهة الاخرى نقدروا نخليو الكاروشي، قدامهم كاسر نقدروا نديروا عدوى وحداه عبادي تاهو مزيان، ابخي نقدروا نلعبوا بزياش وجهة الاخرى يكون عمر القادوري وعاد في هذا يكون العربي وحدا يكون ياجور مزيان مع لي زافريكان. كاين شاكير ديال لي فار في الميليو، عندنا عدوى عصام عدوى اللي كاين شكون الاحمدي وزياش، وفي لاطاك حمد الله مهاجم مزيان جو كخوا و المرابط وي و عندنا حمد الله والمرابط ومراد باطنا من البطولة ديالنا. زنيتي في الحراسة لور بن عطية وداكوستا ميليو في سونترال، كروشي لي غوش وبوطيب لي دروا ديال الرجاء، ميليو الراقي ونقاش ميليو ديفونسيف، ميليو اوفونسيف ميتولي وبرادا، وقدام شحشوح والعربي. على ليكيب تي بالنسبه لي انا المنتخب عندك الجول زنيتي اللور ديفونس بن عطيه والحاج، اي لي زاريير كاين شفيق والزعر، اي في الميليو كاين الراقي النقاش متولي حسني ياجر وسعد الله وحمد الله. حراسه المرمى زنيتي الدفاع والحاج يوسف رابح كروشي الهاشمي، وسط الميدان كاين النقاش الراقي مباركي بالهندا، في الهجوم كاين ياجور والوادي. مكرهناش يكون انا زنيشي ويكون مادة بن عطية وعصام عدوى وسميش وبرقديش وكاين سميش والزعر، كاين عصام الراقي، كاين خرجة، كاين محسن متولي، كاين برادة، كاين تاع عرابش، وكاين سميش حمد الله.